على هامش الثامن مارس، التبلاح أو يوميات طفلة سرق منها جسدها. مرحبا بكم على قناة يونيفرساليز للثقافة والفن. نلتقي مجددا لنطرح موضوعا على هامش اليوم العالمي لحقوق النساء، وموضوع يعد من الطابوهات المسكوت عنه، موضوع يحيل على حق المرأة في امتلاك جسدها. في يومنا هذا بعد أن تجاوزنا عقدين من الألفية الثالثة، نجد نساء يتم تحضير أجسادهن منذ الطفولة للرجل، صقل الجسد وإعادة بنائه ليلائم رغبة الرجل ورغبة المجتمع وثقافة شعبية مهيمنة، صقل الجسد ليصبح شيئا يفتخر به الرجل، صقل الجسد بمواصفات معينة ودقيقة ليصبح رمزا للتميز الاجتماعي. كيف يتحقق هذا الصقل ولماذا؟ كيف هي يوميات الفتيات الصغيرات اللواتي لا يملكن أجسادهن؟ لنعرف ذلك نتتبع هذه اليوميات الصادمة، ولندرك في الأخير أن الطريق لازال بعيدا لتتمكن المرأة من أهم حقوقها، امتلاك جسدها. تسمين الطفلات لتحضيرهن للزواج هو ما يسمى التبلاح، يفرض نفسه كسلوك اجتماعي. لن تتزوج المرأة إلا إذا كانت سمينة مكتنزة بيضاء البشرة. مشروع امرأة سمينة يستوجب عملا شاقا وطويلا، ينطلق عندما تبلغ الفتاة الصغيرة 6 من عمرها. يوميتها تتلخص في أكل فأكل وأكل ثم أكل. في الثقافة الشعبية في المجتمع الصحراوي الممتد بين مجموعة من الدول التي تتقاسم الصحراء الكبرى، المغرب، الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجير، تحظى المرأة السمينة بقيمة كبيرة. ويقول المثل الشعبي في هذه المناطق، المرأة كلمتها قد قعدتها، تعني أن كلمتها تكون مسموعة بقدر وزنها. ويقول مثل آخر وصف المرأة، تقبض من الخلاق تقبض من الفراش، بمعنى أن المرأة تنال من قلب الرجل بحجم ما تأخذ من الفراش. إذن كلما كان حجمها كبير كلما نالت حب الزوج. بالنسبة إلى نساء الصحراء هناك طريقتان لزيادة الوزن، الأولى تسمى التبلاح والثانية تسمى الحقين. التبلاح هو تسمين الفتاة من خلال برنامج يومي يتطلب منها الخضوع لفترة راحة وعدم التعرض للشمس وتناول الوجبات الدسمة مثل لحم الإبل والكسكس المجفف وبعض الوجبات المحلية الغنية بالدهنيات، إضافة إلى شرب أكثر من 12 لترا من حليب الإبل أو البقر يوميا. وللوصول إلى وزن 100 كيلوغرام وما فوق يجب تخزين الشحوم في البطن والصدر وأعلى الجسم مع ضرب الفتاة بعيدان رقيقة في مناطق معينة كالساقين والساعدين والردفين، وذلك بغية انفصال الجلد عن العظام وتوسيع الفراغ بينهما. فالسمنة ليست هي الغاية بذاتها، بل الغاية هي بروز أعضاء الجسم بحجم معين. أما الطريقة الثانية التي تسمى الحقين فتعتبر من بين الطرق الأكثر اتباعا بالمناطق الصحراوية، حيث تذهب النساء إلى شاطئ البحر رفقة الفتاة التي عادة ما تكون في بداية المراهقة، ويكون ذلك في الصباح الباكر ما بين 5 أو 6 صباحا في بعض الأحيان، ويقومن بنصب خيمة والجلوس فيها مدة 3 من أجل تحصيل نتيجة إيجابية، وتتم هذه العملية من خلال تدفئة ماء البحر قليلا ووضعه في المحقن، وهو عبارة عن قنينة ذات حجم 3 لتر بها أنبوب رقيق جدا يتم وضعه داخل مؤخرة الفتاة ليتم ضخ المياه داخل القولون.
بهدف تنقية الأمعاء الغليظة عن طريق تسرب مياه البحر داخله، حيث يصاحب هذه العملية آلام وإسهال شديدين. تعود ممارسة تسمين النساء إلى القرن الحادي عشر، وقد أفادت التقارير بأنها استفحلت بكثرة في موريتانيا. ويضيف بعض المؤرخين أن ممارسة البلوع والحقين تعود إلى أزمنة ما قبل الاستعمارية، ارتبطت بالمرتبة الاجتماعية للعائلات والأسر. فكلما كانت العائلة غنية قلت الأمور التي تفعلها الزوجات، حيث كان يفضل الرجال أن تجلس النساء طول اليوم، يخدمهن العبيد السود. ويشير المؤرخون أن ممارسة تسمين الفتيات منتشرة في دول أخرى بعيدا عن المغرب وموريتانيا، مثلا شمال مالي والنيجر. إذن تعتبر ظاهرة التبلاح من التقاليد والعادات الموروثة في المناطق المتواجدة على كل الشريط الصحراوي، وإرث مشترك بين كل القبائل الصحراوية في مجموعة من الدول كالمغرب وموريتانيا والجزائر إلى حدود مالي والنيجير. وتشكل ظاهرة التبلاح هاجسا للنساء مهما عالت مراتبهن العلمية والمهنية. يخضعن لسلطة التقاليد التي تجعل من السمنة هدفا تسلك من أجله كل السبل، ويستعملن لتحقيق السمنة كل الوسائل، بداية من إقناع الفتاة بأن الرجل يفضل المرأة السمينة، مرورا بتخويفها من العنوسة إن هي لم تكن سمينة إلى حد البدانة، ووصولا إلى الضرب لإجبارها على الأكل. تعيش الفتيات في هذه المناطق على هاجس وحيد، وهو الحصول على أكبر مقدار من الكيلوغرامات بغرض الحصول على زوج مقتدر ماليا. فكيف تتم عملية التبليح؟ إن عملية البلوح لو غافاج، وهذا الغافاج يمارس في أوروبا على الوز اللي كينتج له فواغرا. وهذا الغافاج الذي يمارس على الإوز تناهضه الكثير من الجمعيات في أوروبا، ترفضه. إذن أوروبا ترفض باش يدار عملية البلوح على هذا النوع من الطيور اللي كيستغل اقتصاديا من أجل إنتاج الفواغرا، ولكن كالقاوة يتمارس على الأطفال في هذه المناطق. إذن قلت إن عملية البلوح هي من الطقوس الشعبية الغريبة، إنها عملية إعداد الفتاة للزواج من جانب أمها. ومن خصوصية هذا الطقس أن يفرض على الفتاة الصغيرة استهلاك كمية كبيرة من الألبان على امتداد أيام معينة، وأكل مقدار كبير من اللحوم والأطعمة المحضرة. وفي حالة الرفض أو الامتناع تتعرض الفتاة للضرب والعنف على يد وصفة تسند إليها هذه المهمة. لإنجاح عملية التبليح تحرص الجدات والأمهات بشكل خاص على تسمين الفتيات الصغيرات بمجرد بلوغهن سن 6 سنوات، فيجبرنا على تناول كميات كبيرة من المواد الغنية بالسكريات والدهنيات والسعرات الحرارية العالية. وعند بلوغ السن 13 يذهب بالفتاة إلى سيدة مشرفة على التبلاح تسمى المعلمة، غالبا ما تكون متقدمة في السن ولها خبرة طويلة في التسمين ودراية بالأعشاب المستعملة في عملية التبلاح. إن الفتاة الخاضعة لبرنامج التبلاح تبدأ يومها من أولى ساعات الفجر، فيتم إيقاظها طوعا أو كرها لشرب كمية كبيرة من حليب الإبل، ثم تعود إلى النوم. وحين تستيقظ ترغم على شرب أكبر كمية ممكنة من الحساء وتناول التمر والحلوى والشاي، وتختم وجبة الفطور بشرب كمية من حليب البقر، وفي الظاهرة تتناول وجبة دسمة مكونة من لحم الإبل المشوي أو طبق مكون من لحم الضأن والبطاطس. وفي وجبة الغداء ترغم على تناول كمية كبيرة من الأرز أو الكسكس أو العجائن.
وقبل المغيب تعود الفتاة إلى تناول الحساء والتمر لتختم بوجبة العشاء التي غالبا ما تتكون من نشويات. وترى الساهرة على هذه العملية أنه من الأفضل أن تأكل الفتاة لحم جدي أو خروف كامل مطبوخ بالزبدة كل يومين لكي تسمن بسرعة وتلتحق بأهلها، فأكيد العريس ينتظرها. وأثناء عملية التبلح التسمين لا يسمح للفتاة بالشعور بالجوع، ويقدم لها بين الفينة والأخرى شراب أعشاب يساعد على تنظيف الأمعاء وتوسيع الجهاز الهضمي ليستطيع احتواء المزيد من الأطعمة. كما تلتزم الفتاة أثناء هذه الفترة بعدم القيام بأي مجهود عضلي يمكن أن يفقدها الوزن الذي اكتسبته. وغالبا ما تظهر علامات السمنة على جسد الفتاة أو ما يعرف محليا بالطبطات في غضون 5 أسابيع. إن الهدف من التبلاح حسب التقاليد الصحراوية هو أن تتعلم الفتيات الهدوء والاتزان، فالبدانة رمز للرزانة والانضباط ومقياس الجمال. والتبلاح أصلا ممارسة خطيرة ينتج عنها الكثير من الأمراض، فالسمنة تؤثر على القلب، إضافة إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي وتزايد ثقل الجسم على المفاصل، وتسبب أيضا مرض السكري واختناق شرايين القلب. وعندما تلجأ النساء في المناطق الصحراوية إلى التسمين قبل الزواج فهذا قد يسبب لهن صعوبات أثناء الحمل بعد الزواج. والتبلاح أدى إلى الكثير من الوفيات للفتيات والنساء، وأصبح أكثر خطورة عندما أصبح يعتمد على طرق جديدة بتناول أدوية محظورة كالحبوب المهلوسة والمزج بين أدوية طبية متنوعة والأعشاب دون استشارة طبية. كما أن طقوس التبلاح التي تعتمد أساسا على تناول لحم الإبل بمعية الأعشاب بطريقة عشوائية هو سلوك غير صحي، تظهر أثاره السلبية وتسبب مشاكل جسدية ونفسية للمرأة عند سن 40 فما فوق، كأمراض السكري والمعدة والأعصاب والشرايين، وخاصة الإصابة بالأزمات القلبية. اختلفت ردود الأفعال حول هذه الظاهرة في المجتمع الصحراوي بين مؤيد لها ورافض لاستمرارها، إلا أن المناضلات من أجل حقوق المرأة لا يوافقن على استمرار ظاهرة التبلاح، وارتفعت النداءات بضرورة الإقلاع عن هذه العادة لما لها من مضاعفات على صحة المرأة الصحراوية ومستواها التعليمي وحياتها المستقبلية. ويبررنا موقفهن هذا بأن المرأة الصحراوية تمنع من التمتع بسنوات شبابها، كما أن السمنة تعيق اندماجها في الحياة النشيطة والمساعدة في بناء المجتمع الذي تنتمي إليه. التبلاح ليس اختيارا ولا يبدأ عندما تصل الفتاة إلى سن الرشد، وإنما يفرض على طفلة منذ 6 من عمرها، يفرض عليها قسرا وأحيانا بالعنف. لماذا هذا العنف؟ يمارس هذا العنف على طفلة لتحضير جسدها للرجل، الرجل الذي يبحث عن مكان اجتماعي من خلال جسد المرأة. وكلما كانت المرأة مكتنزة سمينة أحس هذا الرجل بالافتخار والاعتزاز، وتضخم فيه الأنا وزادت قيمته الاجتماعية. إذن هي معركة يخوضها الرجل لاحتلال مركز اجتماعي، لكن ما هو ثمن هذه المعركة؟ يخوضها على حساب المرأة، بل على حساب طفلة تتعرض لشتى أنواع التعذيب. الرجل يحرص على أن يبقى رشيقا، سمنة عيب بالنسبة إليه، السمنة ستحرمه من إشباع رغبته الجنسية على جسد تم صقله بطريقة غير صحيحة فيها الكثير من الاستبداد وسحب حق الفتاة في أن تملك جسدها الذي تحتاجه رشيقا خفيفا وهي طفلة حتى تمارس حقها في اللعب، وتحتاجه أكثر رشاقة لتمارس أحلامها في مراهقتها لتكون على موعد مع انتظاراتها.
حينما تبلغ. المرأة تعاني وهي طفلة بسبب استمرار سلطة تقاليد فارغة، تقاليد فيها الكثير من التعسف على المرأة وعلى حقوقها. لذا نؤكد أن تحرير المرأة واسترجاع حقوقها يستوجب نضالا مريرا وطويلا، وعلينا جميعا أن نكون في الموعد. أقف عند هذا الحد، وقبل أن نفترق أقول لكم انخرطوا في قناتنا إنيفرساليس للثقافة والفن. إلى اللقاء.